طيب خلينا نروح لزميلتنا من طبعا من مقر الانتخابي هنا ابو القاسم، ومعاها نجم نجوم وكابتن فريق كره السله مودي الجرح. اتفضلي يا هنا. برحب بيك يا كابتن هيثم من جديد، وطبعا بيك زميلي امير وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا مستمرين معاكم في تغطيه خاصه جدا لانتخابات النادي الاهلي. الحقيقه الاجواء هنا مستمره واكثر من رائعه، ومعي في هذه اللحظات طبعا كابتن مودي الجرحي كابتن فريق كره السله رجال. طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني الحقيقه حضرتك كنت حريص على التواجد ومسؤوليه النادي الاهلي. طبعا في البدايه طبعا برحب بيكي جدا طبعا، وموضوع الانتخابات ده مش جديد عن الاهلي، يعني انا طبعا من كل الانتخابات بكون مواظب ان انا اجي على الساعه 8 9 الصبح في البدايه. فطبعا السنه دي انا شايف والله الدنيا كويسه، الناس بتخش بسهوله جدا الانتخابات، وكمان مش زحمه زي السنه اللي فاتت، واتمنى طبعا الناس تنزل اكتر. يعني الجمعيه العموميه اللي فاتت كان في ناس كتير، عدد اكبر من كده بكتير، بس ان شاء الله انا يعني عشان النهارده يوم الجمعه متوقع بعد الصلاه العدد يزيد ان شاء الله، وانا بدعو الناس لا تنزل، يعني الناس المفروض تنزل عشان ده انت بتنتخب، انت عندك ثقه في ناس معينه انت عايز تحط فيها دي عشان نادينا، يعني انا دي وجهه نظري. كابتن مودي، يعني انت بالفعل ادليت بصوتك، عايزك بقى تكلمني عن العمليه الانتخابيه منذ دخولك من بوابه النادي الاهلي حتى الخيمه. لا والله انا جيت على الساعه 9 الصبح، دخلت من بوابه النيل على النيل بره على النادي، والله دخلت ما فيش خمس دقايق كنت جوه اللجنه. انا شايف الموضوع سهل، الناس ما تقلقش من اي حاجه، كله يجي ينزل عشان ده بقول لك دي اربع سنين جايه لنادينا، الناس كلها عندها ثقه. انا بالنسبه لي هقولها صريحه، يعني انا مع قائمه كابتن محمود الخطيب، دي وجهه نظري انا الشخصيه، ان شاء الله يكملوا الاربع سنين زي اللي فاتوا ويعملوا حاجات احسن. فانا بدعو الناس اللي هتنزل عشان ده مهم جدا للنادي ان شاء الله. يعني طبعا احنا بندعم كل المرشحين، ان شاء الله تكون انتخابات اكثر من رائعه. في الاخر بقى عايزه حضرتك توجه رساله لكل اعضاء الجمعيه العموميه اللي بيتابعونا، لان طبعا حضرتك رمز من رموز النادي الاهلي، وتحثهم على ان هم ينزلوا ويشاركوا في الانتخابات. لا طبعا بدعوهم هم كله ينزل، الدنيا عادي جدا كانهم جايين يعني رايحين مع بعض، يقعدوا كعيله مع بعض باسره في النادي، مفيش اي مشاكل خالص. احنا الناس كلها كتير موجوده هنا، كله قاعد مع عيلته، هتنتخب وهتقعد، انت مش جاي تدي صوتك بس، انت جاي تقعد عشان تشوف بعد كده اللي مين اللي كسب، وتقعد. هو يوم بيبقى حلو طول عمرنا مستناه كل اربع سنين مره يعني، فانا بدعوهم كله ينزل يعني هيبسطوا والله كله يعني. بشكر حضرتك جدا يا كابتن. شكرا، ربنا يخليك. ميرسي. ده كان لقائي مع كابتن مودي الجرحي طبعا كابتن فريق كرة السلة رجال. مستمرين معاكم على مدار اليوم في تغطية فقط وحصريا على شاشة قناة النادي الأهلي. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. هنا أبو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، وكان لقاء مهم النهاردة مع مودي الجرحي.